السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكو من قناة كباكو تي في. مي حلمي ومحمد رشاد اتطلقوا، تمام. عرضت فستانها للتبرع، عرضت فستانها للي محتاجينه، أو واحدة عايزة تتجوز فتاخده تلبسه بفرحها. فالناس قالت أنتِ بتنسحي الذاكرة، او يعني مش عايز حاجه تفكرك بمحمد رشاد. فهي طلعت وردت وقالت لا، انا عملت، يعني انا كنت ناوي اتبرع وعملت المسابقه، كانت هي عامله حاجه كده على انستجرام للي عايز الفستان. فكانت عامله هي قايله على انستجرام انها هتدي الفستان ده لحد قبل ما تتطلق من محمد رشاد. بص، يعني انا سايب كل اللي ورايا وقاعد بسجل في اخبار، وفي الاخر اسجل خبر عن فستان مي حلمي ومحمد رشاد. طبعا انا اي مزه اسجل لها خبر على راسي، يعني انا افوت كده هو الاقي مثلا خبر عن احمد عز، خبر عن محمد صلاح، خبر عن مش عارف مين، فوت الاقي مثلا ظهور فتاه مش عارف ايه، اللي هو مثلا يعني خبر عن مزه او مزز او ممثلات، احب اقول اتكلم على طول. فانا بس الخبر ده ملوش اي لازمه، ولو ما استفدتش اي حاجه ادينا لايك وشير وسبسكرايب. الخبر ده معمول بس عشان خلاص ما هي حلمي اتطلقت، فدلوقتي قدامها المجال انها تتجوز حد تاني بقى.